اي سيدي، قال لي الصانع انه بدكم يعني بقى خير. شو موضوع؟ ما في الا الخير، بس لازمنا طلبيه تانية من مبيد الحشرات اللي بعتنا منه. ما شاء الله، وكان ما حل طلبيه الاولانيه تخلص بعدين الاسبوع السابع خلاص. حابينك تستغرب، بس شو بدنا نعمل؟ بساتين تل الحردونه اكلت دود والحشرات عم تنعف فيها نعف. ايه شو عليه؟ قديش بدك هالمرة؟ يعني بدك تقول شي 300 برميل. 300 برميل؟ لك ايه؟ بعدين ما قلت لك من اليوم ورايح ما رح اتعامل مع حدا غيرك، وانا طلبيات كتيرة. ها يا سيدي على عيني وراسي، انت بتؤمر امر. طيب وقديش رح تحسب لي السعر هالمرة؟ مثل المرة الماضية. لا هيك ما بتوفي. شلون يعني؟ يعني هالمرة بدك تعطيني كاش لإيدي. شلون كاش لإيدك؟ ما فهمت. يعني مثل ما سمعت. قديش بدي أحط لك سعر البرميل؟ يا سيدي حسبه بالسعر الأولاني، لأنه بصراحة خايف بالمديرية يسألوا عن سعر البرميل بالسوق ويلاقوا أرخاص ويتفاجأوا بالسعر يلي حطيت لي إياه بالفاتورة الأولانية. بقى شو بدنا بوجعة هالراس؟ انت احسبه بالسعر الموازي للسوق وعطيني خرجيتي لجيبتي وصلى الله وبارك. بقى شو رأيك بهالاقتراح؟ هيك قولك اخي، هيك اضمن واريح. وقديش بدك خرجيه حضرتك؟ 200,000 ليرة. 200,000؟ بكل عالك عم تحكي انت؟ والله حبك حبك، ما حبك السوق مليان. طيب مثل ما بدك، يلي بدك يا بصير. يعني معقولي استغني عن زبون متسم مثل حكايتك بهالسهولة؟ ايه هيك ها، وخاصة الطلبية الثالثة على البواب وانت سيد العارفين. ولك معقولة يا ابو صالح يلي عم يصير معي؟ العمى على هالحول التعيسي، قالوا رضينا بالباين والباين ما رضي فينا. ولك اللي بدي افهمه، انت ليش بتضوج بسرعه؟ الله يعينك علي يا ام مزعل، شو اهوج وعصبي؟ لك شلون عصبي انت الثوني؟ الحشرات كل مالها عم تزيد يا ابو صالح، بالعكس تماما، الحشره عم تسمن وتربرب على الشجر، مثل كانه نحن عم نقدم لها علف. ولك يا ابو صالح، البرغشي صارت قد الفراشي، والخنفسي صارت مثل الخنزيره، وابو مقصر ابو مقصين، والذباني صارت توز وتجعر مثل الطيارة. والله عم خاف قرب على الشجر يا ابو صالح. هلا اهدا وجاوبني، انت رشيتهم منيح ولا ما رشيتهم؟ رشيتهم مثل التعليمات وازود بعد. ايه اصبح لا تاكل هم، وانا كمان رشيت وصار معي هيك شيء، واهل الضيعه كل الرش وصار معهم مثل الشيء. بس وينك المساله بدهم وقت. قديش بتاخذ وقت يعني؟ يعني على القليله 15 يوم، هيك قلنا مدير الحشرات. يعني صحيح للحشرات عم تسمن، بس بعد فتره ما بتلاقيها الا يعني ماتت وراح تسطيح. ليش؟ لانه الدواء مفعوله بطيء. والله يا ابو صالح هذا الكلام مش عم يفوت بعقلي بتاتا، يعني هالادويه خرباني ما لها جنس الفايده. ايه والله صحيح يلي عم يقوله ابو مزعل. ما بتتذكر اول العام لما بخينا شجره التين شلون شفنا النتيجه بعيننا؟ الا بتذكر يا ام مزعل، الحشرات ماتت بلحظه يلي انرشت. بقى شو عم تقول انت؟ بطيء ومطيء وعلاك فاضي. يعني فكرك لحنا مغشوشين بالدواء؟ الا مغشوشين وميت مغشوشين بعد، وما في غير هالنصاب مدير الحشرات هو اللي غششنا. ايوه فرضنا يعني اذا صار هيك شو ممكن نعمل؟ قال شو بدنا نعمل؟ قال شو الدنيا فلتاني؟ ما فيش حكومة يعني؟ ما فيش مسؤولين؟ ما فيش صحافي؟ والله جبتها، ما في غير الصحافي، لانه بصراحة كلام مدير الحشرات ما اقنعني. انت بتعرف حدا بالصحافة يا ابو مزعل؟ لا يا ام مزعل منين يا حسرة، بس لما بقرب الجرايد بشوف صفحات كاملة عن المواطنين وشكاوى المواطنين. يعني في عمود ثابت يومي عن المجارير والسياقات، وفي عمود ثابت يومي عن التلفونات وعمدان الكهرباء، وفي يا ستي ملا انت عمودين ثابتين عن الحفر والجور،
فلايش لحتى ما يكون للفلوحين عمود ثابت؟ مش نحن من عمدان هالمجتمع يعني؟ ولا شو يا ابو صليح؟ مشان الله شغل لي فكرك شوي ولا تخلي مدير الحشرات يضحك علينا، مش حلوه يعني مش حلوه. لك اخي بيكون الرجال ماله ذنب، يعني هو صانع المواد الكيماويه. اخي انا بدي اسهر الليله واكتب رساله موجهه لرئيس تحرير جريده نيسان. العمى على هالحالي، كل ما منروح لعند مدير الحشرات وبنشكي له بيعطينا بدون دواء وبيقول رشوا، صرنا راشين ما فاتح ورزق وما عم نستفيد شيء يا ابو صليح. ليقوموا يضروك من ورا هالرساله، مشان الله يا ابو مزعل انت عندك عيله واولاد. وليش لحتى يضرونا؟ ليش لحتى يضرونا؟ العمى العمى يعميهن عمى، يعني اذا ضيعت الحرداون الفواكه تبعها من زاوعه، لكن فواكه مين اللي بتتاكل؟ وعيدك يا ابو صالح خليك عندي سهران حتى ندبش الرساله، كلمه منك وكلمه مني بتطلع رساله مهمه. ام زعيل الله يرضى عليك جيبي ورقه وقلم. بشو بدنا نفتتح الرساله؟ يعني بنكتب مثلا سياده او فخامه الاستاذ الكبير. لا مش فخامه نكهة. مش فخامه يا ابو صالح، سياده. بنكتب سياده الاستاذ الكبير ابراهيم جرمشي المدير العام لجريدة نيسان المحترم. مشي. ايه مور استاذ. بعت لي وعد استاذ عدنان فالح المحرر بشؤون الريف بسرعه. حاضر استاذ. الو نعم مين؟ مختار ضيعة تل الحردوني؟ اهلا وسهلا يا اخ. امور شلون؟ يعني كل الضيعة عم تعاني من عدم فاعلية المبيدات الحشرية؟ ايوه فهمت عليك. على كل حال في بين ايدي رسالة بتوقيع اهلي ضيعتكم، عم تتحدث بنفس الخصوص. لا ولا يهمك، نحن مهتمين بالامر. الله معك، مع السلامة. صباح الخير استاذ. اهلين عدنان. الحقيقة في شكوى عامة موقعة من أهالي تل الحردونة بخصوص توزيع دواء لإبادة الحشرات عديم الفاعلية، وبدي منك تهتم بالأمر. إيه؟ ليش لا؟ هلا باخذ سيارة وبمشي ما دام الوقت لسه بكير. بيكون أفضل بسرعة. ماشي، بتأمر بشي تاني؟ الله معك، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عدنان. وعليكم السلام يا استاذ عدنان، يا ميت مرحبا، يا اهلا وسهلا ومرحبا. شو وين بستانك؟ بستاني من هون. بس يا استاذ عدنان، يعني مش شرط تاخذوا بستاني انموذج، لانه الحالي يعني مثل ما تقول عمي مش خاصه. لا معلش، انا حابب اشوف شجر عندك بالاول. ايه على ريحتك على ريحتك. تفضل يا استاذ عدنان، تفضل من هون بستاني من هون. هذا هو بستاني شافت عينك وهي شجر قدامك. العمى شو هالشجر هاد؟ كله نمل وزياز. صدقني يا استاذ عدنان، هالشجر ما كان فيه لا نمل ولا زياز، وطلعوا لنا على البيعة بعد ما رشينا الشجر بالمبيد الحشرائي، وكأنه كان نقصنا كم حشرة جديدة. بسيطة على كل حال ورجوني بستان ثاني. تفضل على بستاني. شرف. دائرة الحشرات تعرف الحشرات بدل القضاء عليها. ألو مرحبا. الله يخليك، بدي احكي مع الاستاذ عدنان فالح لو سمحت. الو استاذ عدنان، يعطيك العافيه، كيف الصحه؟ انا مدير دائره الحشرات بضيعه تل الحردوني.
قريت المقال وشكاية الفلاحين، فحسيت بالظلم والتجني ومجانية الحقيقة. طبعا، وأنا بأكد لك إنه القصة مختلقة من أساسها. صدقني يا أستاذ أنا ما بزل عليك، بس أنتوا كان لازم تتأكدوا من القصة قبل ما تنشروا الشكاية بصحيفتكم. نعم سيدي، نعم ما في مانع عندي، أنا بقابلك وين ما بدك وإمتى بتحب. ماشي ماشي أستاذ، موعدنا غدا إن شاء الله. الله معك أستاذ، مع السلامة. أنا بحب أكد لك من عندي إنه دعوة الفلاحين باطلة وهي محض افتراء وتزوير للحقيقة. أنا رح أقول لك شغلة ويمكن حضرتك قريتها بالجريدة. شو هي؟ أنا عملت جولة ميدانية للضيعة وشفت هالشي بعيني. يا سيدي الفلاحين ما عرفوا كيف يستخدموا المبين، فكرهم إذا مسك الواحد منهم المضخة ورش كيف ما اتفق بيمشي الحال. لك شو بده يساوي يعني؟ لك يا أستاذ في تعليمات لازم يمشوا عليها حتى يجيبوا نتيجة. هلأ كمان الرش بده معلمية. روقنا أستاذ الله يرضى عليك. أنا مستعد روقك آخر رواق إذا كتبت مقال مضاد. شلون يعني مستعد تروقني؟ يعني إذا رديت على الفلاحين رد بيرجع لي كرامتي وبيطحت دعواهم، فأنا مستعد لأني أعطيك اللي بتطلبه. ولك أنت بتعرف عن شو عم تحكي؟ شبنا أستاذ، يعني شو كفرنا؟ الدنيا كلها ماشية هيك. شوف يا أستاذ، أصابيع إيديك مو كلها مثل بعضها، وأنا بعد هذا الشيء اللي سمعته منك مستعد أني ليش شو فهمت مني لا سمح الله؟ أنا أستاذ قصدي أنه فهمان قصدك مزبوط، بقى بلا لف ودوران. وإذا فكرك أنك رح تشتريني بهالعزيمة اللي عزمتني إياها بتكون غلطان. أوف 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 أوف، شايفك أخذت للمسألة أبعاد أكثر ما بتستاهل أستاذ. شوف أستاذ، أنا جاي لهون بمهمة رسمية من جريدتي، وجريدتي متكفلة بكل مصاريف هاي المهمة. بقى الله يرضى عليك، كل اللي بطلبه منك أنه نجرب هذا الدواء بحضورك حتى نتأكد من فاعليته ولا عدم فاعليته. ما في مانع عندي، وأنا من بكرة الصبح بتلاقيني جاهز. ولو أستاذ هذا حقك. ماشي، إذا بكرة الساعة 9 لقائنا ببستان أبو مزعل. يعطيك العافية. لك شو بنا أستاذ؟ شو بك ضايج كتير ومزعوج؟ لك شو ضايج؟ لك قول مهستر، قول جانن، قول رح طق بيكون أحسن. خير 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 لا سمح الله، شو القصة؟ شو في؟ لك تاني هاد الدواء المبيد يلي عطينا اياه، لك عديم الفاعلية بنوب، لك يخرب بيت قلبك، ما هيك اتفقنا؟ والله يا حبيبي أنا عندي كمية كبيرة، وبصراحة يمكن كون متخوزق فيها، لأنه أنا مستوردها من زمان وما كانت تنباع معي. بجوز على طول مدة التخزين خفت فاعليتها شوي. بس هاد الكلام ما بيصير، ما بيصير بنوب. أنت بتعرف الصحافة شو كتبت عني؟ بعرف بعرف، قريت الخبر. بس الشاطر يثبت انه هلا شو بدي بهالعلاقة انا؟ هلا بدي انا مبيد فعال، لانه انا وعدت الصحافة انه جرب هالدواء قدام الصحفيين. بقى عندك ولا ما عندك؟ ولا يهمك، انا رح اسلمك كان بدون مختوم، والمادة اللي فيه بتفتك بجميع الحشرات مهما كان نوعها. عظيم، لك هذا اللي بدي اياه. وينه؟ موجود موجود عندي، ومستحيل ما يعطي نتيجة فورية وعلى الواقف. عم بقول لك قوي كتير، ألماني ما صار له كم يوم جاييني، يعني كاسة شاي تنكة مي وشوف النتيجة. عال كتير، بس حط لي الدواء بنفس موديل البيدونات اللي أخذناها منك هذيك المرة، يعني ما بدي أي اختلافها. ولا يهمك، أنا بخدمتك. شو بك مزعوج؟ روق أستاذ، ما في شي ما له حل. قلتك، بس أنا بفرجيه لهالولاد الكلب. قال اشتكوا للصحافة. سالم سالم مور أستاذ، أنا بخدمتك. إذا خدمتني هالخدمة يا سالم إلك عندي مكافأة عظيمة. ولا يهمك أستاذ، أنت أموره بس. بيت أبو مزعل المزراب بتعرفه؟ بعرفه سيدي بعرفه. بتروح على بيته بالليل بس يناموا، وبتاخد معك البيدونين، وبتفوت على بيت المونة تبعه محل محاطة البيدونات اللي فيها مبيدات حشرية. فهمان؟ فهمان سيدي. وبدون ما حدا يحس عليك
بتبدل البيدونات القديمة بهالبيدونات هي. فهمان شو عم قلها؟ فهمان سيدي فهمان. هي هي كل القصة. طيب وإمتى بدك كان يروح؟ قلت لك بالليل بعد ما بيناموا. بس خايف يكون عند أبو مزعل كلاب يا سيدي. بتخاف من الكلاب يعني؟ لا تخاف، أبو مزعل ما بيحب الكلاب. يلا خذ البيدونين ومشي. حاضر سيدي. بسرعة. صباح الخير يا شباب. صباح النور. اهلا استاذ عدنان. اهلا استاذ عدنان. شو لسه ما اجى مدير دائره الحشرات؟ والله ما جاش. ها ذكرنا القوط، جانا النوط. هلا استاذ. هلا استاذ يا ميت. مرحبا حضره المدير. اهلين ابو مزعل. اهلا مرحبا. تفضل تفضلوا. تفضل يا استاذ. يعطيكم العافيه يا شباب. الله يعافيك. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. اسمح لي يا استاذ عدنان قبل ما نباشر بالتجربه انه انعت هالفلاحين بالجهل والتخلف. لك العمى بقلبكم العمى. لك العالم وصلت للقمر وانتم مجرد رش غصن او شجره ما بتعرفوا ترشوا. لك شو الشغله، اكتشاف ولا اختراع؟ بعدين اذا كنتوا غشيمين بمعرفه تكنولوجيا الادويه الحديثه، لك انا شو ذنبي لتشتكوا علي للصحافه وتجيبوا معدلي؟ اه بس نحن عملنا مثل ما قلت لنا بالضبط يا استاذ. لا سيدي، لك ابو مزعل انت بالذات لا تحكي، لانه حشات الذكر ما بتعرف الخمسه من الطمسي. انا ما بفهمش الخمسه من الطمسي، وليش بقى يبخش القلب يا جماعه؟ هلا شو بدنا بهالمهاترات؟ خلونا نتصرف ونخلص من هالقصه. ماشي الحال يا استاذ. ابو مزعل روح جيب بيدون من الدواء اللي وزعته عليكم باسم الدوله. يلا لشوف. هذا الكلام السليم. هات البيدون يا ابو مزعل. حاضر يا استاذ، انت بتأمر امر. ابو صالح. نعم. عبي بهالتنكه مي لشوف. حاضر يا حضره المهندس. يا الله. حاجه حاجه. تفضل. وهي البيدون؟ هات لهون. سيك ابو صالح، هات الطرمبه لهون. يلا ابو صالح عبي لي هالكاسه من هالدواء، بس دير بالك. ها على راس. وهي كاسه دواء مليانه من حطه بتنكه مي مثل ما علمتكم. مزبوط ولا لا؟ مزبوط 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 مظبوط مظبوط. ويكون بعلمكن هذا اقوى دواء على الاطلاق، يعني بيموت اشرس انواع الحشرات وما له اي تاثير جانبي على الانسان، يعني مامون تماما. يلا لشوف. عبوا التنكه بالطرمبه. شوي شوي يا شباب، شوي شوي. ايوه شوي شوي يا شباب، هذا خطر الدواء، طولوا بالكم عليه. ايوه حاجه سهل. خلاص خلاص بيكفي بيكفي بيكفي. هات هات سكرها.
امسك اشوف امسك حملني اياها حملني اياها ابو صالح. ايه استاذي انو شجره بتحب بخلها بخ؟ هي هي فيها حشرات كتير. اي هذه اي بعده 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 يا شباب بعده 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 يا شباب شوي شوي استاذ. فعلا يا جماعة الحشرات عم توقع وتموت. طبعا بدها تموت. هذا أقوى مبيد حشري في العالم، شغل ألمانيا. فعلا يا شباب الحشرات كلها ماتت. لحتى تشوف يا أستاذ عدنان الكذب لوين بده يوقع. خير 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 يا استاذ. لا تطول بالك استاذ. روي يا استاذ يا استاذ. لا انتو خير ان شاء الله خير. شو ابو صالح خير؟ شو صار له؟ يا استاذ يا استاذ البقية بحياتكم. الزلمة مات. شو يعني؟ مات على الخالص؟ ايه والله يا سيدي الله يرحمه. معنيها يا جماعة هالدواء فعال على المزبوط. لك شو فعال؟ كنا بشي صرنا بشي. شو بدي اكتب بالجريدة هلا؟ شو بدكم تكتبوا؟ اكتب الواقع يلي شفتوا. موت حشرة.